خلال زيارته الرسمية والرعوية إلى الأردن، قال غبطة البطريرك بشارة بطرس الراعي إن هناك علاقة تاريخية وطيدة تربط المملكة الأردنية الهاشمية ولبنان، كما أن هناك تاريخ صداقة عميق بين البطريركية والمملكة، مشيرا إلى أن البطريركية حريصة على توطيد هذه العلاقة أكثر فأكثر. المزيد حول هذه الزيارة في التقرير التالي. اختتم غبطة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي زيارة رعوية إلى الأردن، التقى خلالها شخصيات دينية ورسمية ودبلوماسية وعددا كبيرا من أبناء الرعية المارونية والجالية اللبنانية في المملكة. وخلال الزيارة انتقل غبطته إلى عدة أماكن في الأردن، توجها بزيارة رعوية إلى كنيسة مار شربل في عمان، تزامنت مع احتفال الكنيسة بمرور 25 عاماً على تأسيس الرعية المارونية في المملكة الأردنية الهاشمية، واليوبيل الفضي لسيامة الأب جوزيف السويد الوكيل البطريركي لكنيسة مار شربل. وفور وصوله إلى الكنيسة كان في استقباله وزيرة الثقافة الدكتورة هيفاء النجار والنائب البطريركي لللاتين في الأردن المطران جمال خطر وعدد من الشخصيات الاعتبارية والوفد المرافق لنيافته. وفي ذات الكنيسة ترأس البطريرك الراعي قداسا إلهيا بمشاركة النائب البطريركي للموارنة في الأرض المقدسة المطران موسى الحاج والنائب البطريركي لللاتين في الأردن المطران جمال خضر والسفير البابوي لدى البلاط الملك الهاشمي المطران جوفاني بيترو دال توزو وعدد من الكهنة من مختلف الكنائس. كما حضر القداس القائم بأعمال السفارة اللبنانية بالوكالة السفير يوسف رجي وعميد الجالية اللبنانية المهندس فؤاد أبو حمدان وعدد من المؤمنين والمؤمنات. وخلال زيارته لكنيسة مار شربل وقع غبطته كتاب بكلماتي للأب جوزيف السويد راعي الكنيسة، جرى ذلك في حفل تخلله تراتيل أحيتها جوقة مرتقلة وسط أجواء إيمانية سادت أوساط الكنيسة. تلا حفل التوقيع افتتاح المبنى المجاور لبستان القديس شربل وحفل تكريم لخمسة وعشرين شخصاً ممن قدموا خدمات للكنيسة المارونية في الأردن بحضور السفير البابوي والمطران جمال خضر والدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين وممثل السفارة اللبنانية يوسف رجي وعدد من الآباء الكهنة والراهبات وأبناء الجالية اللبنانية. كما زار نيافة الكاردينال مار بشارة الراعي والوفد المرافق له السفارة البابوية في الأردن، وكان في استقباله السفير البابوي تخلل الزيارة مأدبة غداء أقامها القائم بأعمال السفارة البابوية على شرف غبطته. وبعدها توجه غبطته إلى السفارة اللبنانية في عمان حيث كان في استقباله هناك القائم بأعمال السفارة. وضمن زيارته الرعوية إلى الأردن قام البطريرك الماروني بزيارة إلى كنيسة وبيت الزيارة التابع لرهبنية الوردية في دابوق، حيث كانت باستقباله الرئيسة الإقليمية للرهبنة الأخت مدلين دبابنة. وخلال الزيارة أقام غبطة الضيف صلاة حضرها عدد من المسؤولين وشخصيات اعتبارية من أهل المنطقة.
وكان غبطة البطريرك بشارة الراعي قد زار محافظة أربد، رافقه فيها المطران موسى الحاج النائب البطريركي للموارنة في القدس والأراضي المقدسة، والأب جوزيف السويد كاهن رعية مارشرب المارونية في الأردن، والوفد المرافق لغبطته القادم من لبنان. وقد شملت الزيارة منطقة أم قيس شمال المملكة، حيث تجول بين كنائسها التاريخية القديمة، ثم انتقل غبطته إلى محافظة جرش وتجول في معالمها الأثرية التي تشكل تاريخا هاما يجسد حقبة زمنية شهيرة. وفي ختام زيارته الرعوية إلى الأردن، قدم الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تهنئة من الأردن عبر نورسات بمناسبة عيد العنصرة والذكرى 33 لتأسيس فضائية نورسات. نحيي المؤسسة تل لومير نورسات وفضائيتها. هل كلهم المحطات بيكونوا 5، بنهنيهم ونعيدهم بعيد العنصرة السنة 33 للتأسيس، وهيدي مناسبة حتى نرجع مرة تانية نذكر بصلاتنا ونشكر كل هاللي كانوا بأساس تأسيس تاني لومير ونورسات. بدنا نشكر ونحيي كل العاملين فيها بأي منطقة وجدوا، بدنا نحييهم ونقول لهم أنه تاني لومير نورسات وفضائياتها عمل بيحملوا كلمة الله للعالم. دائما أنا بشبهها مثل الزارع اللي بيكب هالحب، تاني لومير نورسات وفضائياتها عمل بتكب عم تزرع حبة الإنجيل يعني يسوع المسيح بهالعالم، ونحن بنعرف إنها بتغطي الكرة الأرضية كلها. بدي حيي كل المحسنين، بدي حيي كل هاللي عمل بيسخوا في سبيل تاني لومير نورسات، ما في عندهم إلا غاية وحدة، كلمة الله توصل لكل الناس، لأن وحدة كلمة الله هي هاللي بتجسدنا، بتجسد حياتنا المسيحية، لأنه الكلمة صار جسدا، معناها إنه كلمة الله اللي بيبيلها كل إنسان عبر تاني لومير نورسات هو كمان مدعو مثل بقولوا الآباء القديسين إنه يجعل المسيح حاضر بالمجتمع. نحن منقول لهم لسنين عديدة ورح نحتفل نحن وياكم سوا بلبنان بعيد العنصرة اللي هو عيد تأسيس تاني لومير نورسات 33، وكل عيد وأنتم خير وربنا يعطيكم النعمة والقوة أنتوا كل هالعمال بتشتغلوا وتساهموا حتى توصل كلمة الله لكل إنسان. عيد مبارك وعنصرة مباركة.